السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني، كيف حالكم يا أحبابي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. استخارة بالقرآن الكريم لمجموعتين، نبدأ بالمجموعة الأولى ثم المجموعة الثانية. نبدأ المجموعة الأولى، حرف الألف والباء والتاء والساء والجيم والحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد. هذا المجموعة الأولى نبدأ لهم في الاستخارة. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سورة المطففين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. لا تنساش أخواتي في الله، لأن كثيرا منكم ما بيتفرج وينسى يدعم الفيديو باللايك، ففضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك. نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. بسم الله الرحمن الرحيم. ارى عندك تطور جديد لاصحاب هذا الاحرف، عندكم تطور جديد مبشر. في اخبار سعيده وفرحه هتجي لك على طبق من ذهب، وبتعوض خسارة السنين اللي فاتت ماديا ومعنويا إن شاء الله. هذا الفرحة تعوض كل الخسائر اللي فاتت بإذن الله. سيكون أمرك وحاجتك مقضية، وخاطرك مجبور، وحلمك متحقق، وقلبك سعيد، وسماع أخبار مفرحة، سماع أخبار مفرحة، وبيتك مليان بالخير والبركة والمال والرزق إن شاء الله. قول آمين. بسم الله الكاشف. سيأتي لي كل ما تتمنوه على حين غفلة، في وقت لا تتوقع حدوثه. ستشعر كأنك في حلم حقيقي، ستمتلي أعينك بفضل الله تعالى. بسم الله. في خروج من طاقة سلبية من بيتك أثرت فيك فترة على حالتك النفسية وعلى رزقكم وتعبتكم. هذا الطاقة السلبية، في خروج بإذن الله تعالى. بسم الله الكاشف. في هدية غير متوقعة وفسحة حلوة مع ناس مقربين لكم من قلبكم، وفي مفاجأة ما كنتش تتوقعوها، في مفاجأة حلوة ما كنتش تتوقعوها. بسم الله الكاشف. في شخص ضايقكم بكلام أو تكلم عليكم بكلام وأذاك نفسيا، ولكن عدالة الله ستجبر بخاطرك وتأخذ حقك. بسم الله الكاشف. في امرأة تدعي المحبة وقلبها مليان سواد وعاوزة أذيتكم بأي طريقة، وبتمثل عليك ضعفها وقلة حيلتها، احذروا منها، احذروا منها. هذا الامرأة. بسم الله الكاشف. أشوف عندكم عند البعض من هذا الأحرف في فرحة في بيتك بإذن الله تعالى. أرى في فرحة في بيتك. أراك قلقان على شخص مريض من عائلتك. لا تقلق، لا تقلق، إن شاء الله في خير. عندكم حسد شديد من المقربين مؤثر على حياتك كلها. كان رزقكم معطل، وكان نفور ما بينكم وبين الشريك، وتفكير بالانفصال، مو طايق اي شيء. حصن نفسك جيد اخواتي في الله من هذا الحسد. وعندكم البعض منكم عنده وسواس قهري مؤثر جدا عليه، ما مستمتع بالحياة، ودايما الافكار السيئة هي اللي مسيطرة عليكم. عليك وعلى الاستغفار. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد هنا امرأة معها بنت تريد أذيتكم بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان جاية تلف حواليكم حتى تلدعكم. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أراك مصدوم من شخصية يتكلم عنك، ما كنت تتوقع أنه راح يوم يتكلم عليك أو تتكلم عليك هذا الشخصية. بسم الله الكاشف. في صلح هنا بينكم وبين الشريك، في صلح بينكم وبين الشريك، ورجوع للمنفصلين. واللي بيفكر أرى كثيرا بيفكر بالانفصال، لا تأخذوا قرار حاليا، لا تأخذوا قرار حاليا. بسم الله الكاشف. في مكالمة أو رسالة
يا أصحاب هذا الأحرف، في مكالمة أو رسالة هتجي لك من شخص غايب عنك بقاله فترة طويلة، من شخص غايب عنك بقاله فترة طويلة. في هنا أرى أمورك أو أمور هتكون مثيرة ليك، أرى هتنجح وربنا هيرضيك، عندك رجوع حق ليك. في هنا إنهاء شر وإعلان نصر على الحزن. بسم الله الكاشف. للمبتعدين أراك منتظر عودة حبيب، منتظر عودة الحبيب. وللبعض الحبيب في علاقة سرية، الحبيب في علاقة سرية. فضلا وأخواتنا في الله لا تنسوا تدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. في دخول هنا البعض منكم مع شخص في علاقة حب، وهذا الشخص يتبادل نفس الشعور. أرى للبعض هنا ظهور أشياء غريبة في جسدك مثل الحروف أو الخدوش. ست اللي عاملة لكم السحر، ست اللي عاملة لكم السحر بتراقبكم وبتعرف جميع أخبارك وأسرارك. هذا الست بتراقبكم وبتعرف كل حاجة عنكم، وهي قريبة وليست غريبة. العمر 41، عمرها 41، من 40 لفوق ما تزيد عن 50، يعني عمرها من 43 حاجة زي كده، 44 حاجة زي كده عمر هذا الست، وهي قمحوية هذا الست، هي شرانية وتعرف سحرة كتير. يقصف هذا الست، ربنا يحميكم من شرها، ربنا يحميكم من شر هذا الست، لأن بتراقبكم وعارفة كل حاجة عنكم وعارفة أسراركم وعارفة كل حاجة. أرى هنا شخص في حياتك، ناس في حياتك نسيت أصلها وبيتعالوا عليكم، ولكن مواجهة حادة ونصر ليك من الله، ونصر ليك من الله. في رجوع توأم روحك، انتصار على الطرف الثالث، في انتصار على الطرف الثالث. في هنا شخص أو أشخاص حواليك بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة وواقفين لك ليك على الوحدة، ولكن انت كايد اعدائك بفضل الله تعالى. اصحاب هذا الاحرف، منكم من كايد اعدائه بقدرة الله. بسم الله الكاشف. هنا البعض في اكتشاف اسرار، وشخص بيخونك مع اقرب الناس، وارى هتتحرروا من قيود وهتتحرروا من علاقة سامة. ارى شخص بيتلاعب بمشاعركم. هنا البعض في شخص مش كويس، خلي بالكم منه، خلي بالكم منه، هذا الشخص مش كويس، بيستغلكم ماديا. للمنفصلين أرى الشريك خذلك وكسر قلبك بدون لا عتاب أو لوم، وراح أو رحل، والطرف الثاني هو اللي كان هذا الذي كان مسيطر عليه. بسم الله الكاشف. في هنا بشرى وفرحة كبيرة واستقرار واطمئنان على شخص، وفكر إن شاء الله، إن شاء الله، قول إن شاء الله. في تحقق أمنية غالية على قلبك، في تغير عتبة وتخليص أوراق من جهة حكومية، في تغير عتبة وتخليص أوراق من جهة حكومية. أرى هنا في زعل أو حزن لأنك محتاج مبلغ مالي، ولكن هتقدر تجيبه، هتقدر تجيبه. في اكتشاف أمور وحقائق حواليك، نقدر نقول عن وحدة من أصحابك. بسم الله. في ناس خايفة من بكرة وقاعدة بتفكر في اللي جاي. بلاش تفكر وسيبها على الله، بلاش تفكر وسيبها على الله. نجمك بيلمع في مجال عملك، وعرض مغري بعد أسابيع، وقليلة اوعى ترفضها.
بسم الله. في فرحة قريبة منك بإذن الله تعالى، استعد الأسبوع ده وانهي كل أمورك المهنية، لأن في نقلة جديدة وخطوة حلوة في مصلحتك إن شاء الله، في مصلحتك إن شاء الله. أرى كان في ضيقة وخنقة مزعلاك يا أصحاب هذا الأحرف، في ضيقة وخنقة مزعلاكوا ومش عارف تفضفض، ربنا معاك هيطمن قلبك ويسعدك إن شاء الله. كلام بيضايقك انت سمعته في العمل من شخص بتتعامل معاه او من حبيب، او سمعت هذا الكلام، سيبك اقرا، لا تزعل ولا تاخذ بخاطرك، لان في انتصار ليك بعد ظلم وقع عليك قريب جدا. في ارتباط او قصة حب قوية منك، وفي اعجاب متبادل. الفلوس معاكم بتتبخر وبتخلص، الفلوس معاكم بتتبخر وبتخلص، لكن ربنا، لكن ستر ربنا دايما معاك، فما تقلقش. انفراجة مالية ورزق من نصيبك، من نصيبك بسم الله الكاشف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمور هتتحسن معاكم للأفضل وللأحسن، هتشعروا بالسعادة. أما الآن الحظ هيفتح معاكم بفضل الله تعالى. في أرى تغيرات قادمة تدق بابك، أرى بدايات عاطفية وأمور جديدة، وتخلص من علاقات سامة، وتخلص من علاقات سامة بسم الله الكاشف. في خروج ناس من حياتك، تقبل التغير وخذ خطوة جادة، وخذ خطوة جادة. لديك أخبار جميلة تتعلق بعمل جديد، في أخبار هتمر به وبتكون كديه وهتعدي منه على خير إن شاء الله بسم الله الكاشف. أرى هنا شخص مش من بورتكم يا أصحاب هذا الأحرف، مفتقدك الأيام دي، وأرى انقباض قلبك دليل على إنه بيفكر فيك. أرى في اختلاف في أرى العقل بسبب تأثير من حولك، في ضغط. أرى إنك هنا مستمع لمن حولك هذا الفترة. سوء التفاهم مع الشريك سببه مزادك السلبي في هذا الأيام. شايف البعض منكم هنا بيعاني من الخنقة، أرى بتعاني من الخنقة أو حزن، البعض قلبه موجوع، اتخذلوا من أشخاص مقربين، أرى محتاجين شخص تتكلموا معاه أو يطبطب عليك، جواكم حاجات كثيرة نفسكم تتكلموا فيها، مش لاقين الشخص الصح اللي ترموا حمولكم عليه. أرى جاية فرحة هتنسيكم الوجع اللي حصل لكم، انتم عشتوا في الماضي أيام صعبة ولغاية دلوقتي بتعانوا. أرى عندكم بعض المشاكل، البعض سمع كلام وضايقه جواكم، أرى ناويين على التغير للأحسن. أرى هنا البعض موجوع بسبب العاطفة، حصل انفصال مع الشريك. ربنا يحقق ليك أمنية، والأيام اللي جاية حلوة فيها فرحة هتنسيكم الماضي، في حد هيظهر للبعض هيغير حياتكم للأحسن، هيبعت لكم الشخص اللي يقدركم. انتوا ناقصكم حاجة واحدة وهي الصبر، الصبر عندكم خلص، لو صبرتم شوية هتشوفوا الفرحة بعينيكم هتنسيكم بسم الله الكاشف.
وفي عوض ليكم. شايف كمان حد حصل عنده رفض للشريك، حاولوا تصلوا أذكار الصباح وأذكار المساء لتيسير الأمور والتقرب إلى الله. جواكم أمل، البعض عندكم أو عنده تشتت أو طاقات سلبية من كثرة التفكير وكثرة المشاكل. بسم الله الكاشف، إن شاء الله الأمل والفرح عوض من الله وانتقام من اللي ظلموكم، وانتقام من اللي ظلموكم. أرى قرار مصيري هتاخذوه هيغير حياتك، في استلام مبلغ مالي بعد أيام إن شاء الله. أرى براءة من تهمة موجهة لكم، في براءة إن شاء الله من تهمة موجهة لكم. هنا في زواج للبعض منكم، والبعض الآخر هيدخل في قصة حب جديدة أو دخل في قصة حب. في شخص هو سبب معاناتك، غدر بيكم هذا الشخص، والطريق صعب مريت بيه، ولكن أنت منتصر وهتخرج من معاناتك كلها بفضل الله تعالى. أرى في تعب ومرض لشخص اعتدى عليكم، البعض شفاء من طاقة سلبية. أرى هنا للبعض لقاء بتوأم روحك وسقوط أقنعة ومكالمة سرية تنقذ حياتك. احذر من رجوع الماضي ولا تتمسك بالأحبال الدائبة. في قرار جريء وتصطدم برد فعلك، في شخص ندمان عليك، وللبعض فرحة في بيتك. خلي بالك في منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك، واحتفظ لأسرارك وعين الله تحرسك. في هدية للبعض، والبعض الآخر أراه في موعد غرامي مفاجئ خلال أسبوع، ومن شخص يحبك، من شخص يحبك. في شخص جديد مشاعره اتجاهك غريبة وعشق لا ينتهي، وللبعض زواج من قريب. بسم الله أرى، اللهم صل على الحبيب المصطفى. للمنفصلين في فرحة من شخص ذو منصب، في فرحة من شخص ذو منصب وتعويض. بسم الله، الشريك هنا حائر بأمر علاقتكم وخايف من زعلك رغم وجود عواقب. قلنا للمنفصلين أو المبتعدين زواج للمرة الثانية وشخص بيحبك. في مولود في الطريق بفضل الله، للمنتظر المولود، في مولود عن قريب بفضل الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيكم حتى يرضيكم، واقرأوا سورة المطففين كثيرا أخواتي في الله، إن شاء الله تفتح لكم الأبواب المغلقة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم هذا قراءة أخواتنا في الله. أتمنى من أخواتنا في الله أصحاب هذه القراءة يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فلاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ في القراءة الثانية. حرف الضاد والطه والظه والعين والغين والفه والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. أتمنى من أخواتنا في الله أصحاب هذا القراءة يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لم أغلق. سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكاشف. بسم الله الكاشف. اللهم صل على الحبيب المصطفى. يا أخواتنا في الله، أرى في أموال غير متوقعة، قاد مليك. أبشروا واستأفلوا تفاءلوا بالخير تجدوه. أبشر، لديك بشرى وفرحة في خلال أيام قليلة. بشرى فرحة خلال أيام قليلة. في شخص يحبك ويراقبك عن قرب. في شخص هنا نادم على فراقك. في شخص يحبك وشخص ندمان على فراقك. العيون واضحة، مش سايبكم في حالكم. محسودين من أقرب الناس ليكم. محسودين من أقرب الناس ليكم. العيون واضحة حواليكم.
أبشر، هناك تدخل إلهي من فوق 7 سماوات لحل مشكلة هي سبب هذا حزن وتعبك الفترة الماضية. بفضل الله هناك مساعدة في الخروج من أزمة وسداد دين معلق منذ فترة. عندك قلق اتجاه أحد من أفراد أهلك، اطمئن، سينتهي هذا القلق قريبا. عندك تيسر أمور وقضاء حاجة وتوفيق في العمل ونجاحات واستقبال البشرات. بسم الله أرى بشرة وفرحة قريبة واستقرار، اطمئنان على شخص وفكر إن شاء الله في تحقق أمنية غالية على قلبك، في تغير عتبة وتخليص ورق من جهة حكومية. في زعل جواكم أو حزن لأنك محتاج مبلغ، ولكن هتلاقيه بفضل الله تعالى، لا تقلق. في اكتشاف هنا أمور على حقيقتها أو حقائق حواليك، هتكتشف كل شيء. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. في أمور هامة ستحدث في حياتك لازم تخلي بالك منها، لأن في سحر، وهترى في خطوة منكم بيسعى في فك هذا السحر، لأن أرى في منكم بفضل الله مستمر سوف يتم قلب السحر على من ذهب إلى السحر بقدرة الله تعالى. إن كنت ماشي في علاج أو متابع مع شيخ فاستمر، أو كنت بتقرأ ما تيسر من القرآن فاستمر، لأن أرى في قلب سحر على من ذهب إلى السحر، لأن أرى في خروج شيء من بيتك معه كل الشر. في مبلغ كبير وفكر بشديد، مبلغ كبير وفكر بشديد إن شاء الله. بسم الله. في عتبة جديدة فيها راحة لكم، عتبة جديدة فيها راحة لكم فضلا وليس أمرا. أخواتنا في الله لا تنسوا تدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. الحبيب هنا محتار وغيران ومشتاق ليك، أرى الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك. بسم الله. في نقلة وتغير جذري بأموركم، كن مستعد لاستقبال نعم الله، كن مستعد. أرى بسم الله الكاشف في فرحة ومساعدة مالية، في مكالمة من شخص قاطع التواصل، في مكالمة عن قريب، في سفر أو وظيفة خلال 3 نقط. بسم الله الكاشف، شراء شيء أو شراء بيت أو تغير محل أو إشي حد زي كده. أرى هنا شفاء مريض، شفاء مريض أو من مرض إن شاء الله. أرى هنا نصر على ناس أذتك كتير وسببت ليكم أذى من قبل. أرى هنا ثعبانين تفكيرهم مشتت حواليك، خلي بالك. في مشاكل عاطفية وعدم استقرار، أنت بحاجة للهدوء والاسترخاء وسعادة قريبا بسبب خبر أو مكالمة. أرى في شفاء من سحر أو مس قديم، وراح تشعر بالفرق قريبا. أنتم عليكم مراقبة من أشخاص في غاية الخبث، خلي بالك. بسم الله الكاشف، فرصة هتديلك في غاية الأهمية، حاول أن تستغلها صح، حاول أن تستغلها صح. مريتوا بتجربة صعبة، حاولوا تتعلموا منها، حاولوا تتعلموا من اللي مريتوا به، لأن انتوا مريتوا بفترة صعبة. أرى في انكشاف أسرار، هتكشف أسرار وظهور أشخاص على حقيقتها، وصدمة في هذا الناس، هتنصدم فيهم هذا الأشخاص الذي هتكشفهم. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. إن شاء الله في خبر حلو
هيجي لك بناء ممكن او مكالمة هاتفية او مكالمة هاتفية. الحظ ان شاء الله معاكم. ارى بدك او عايز تاخذ قرار مصيري، هتاخذ قرار هيغير حياتك للاحسن. عندك سفر مفاجئ او بدك تاخذ او تاخذ هذا القرار للسفر. ارى بتتواصل مع شخص مهم خارج الخارج، وهذا الشخص بده او عايز يساعدك ويدعمك بامور مختلفة بالعمل خارج البلاد. شايف الباب؟ الحظ والنجاح والمال والعمل موجود وكبير باذن الله. فكرت صح يا اصحاب هذا الاحرف؟ منكم من فكر صح بعد تعب ومجهود ودراسة وسهر، صار الوقت تقطف تعبك ومجهودك. أرى هتنجح وهتثبت نفسك أكتر. أرى بالسفر خارج منكم بإذن الله. شايف عندك معارضين وعندك في دعم. أرى أمورك هتبقى تمام بفضل الله تعالى. أمورك هتبقى تمام بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لم أغلق. ربنا هيعطيكم الخير من وسط الأزمات، حتى لو انت مش شايفين الخير ده، حتى لو انت مش شايفينه صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة فجأة من حيث لا تجري. هتلاقي الحلو. أرى منكم قلقانين، منكم قلقان على شخص مريض من عائلتكم. لا تقلق، في شفاء قريب، في شفاء قريب. في تغير جذري وقرارات مهمة، مفاجآت ليست في الحسبان، وضربة حظ مليكم. بسم الله كشف. اللهم صل على سيدنا محمد. أرى هنا لقاء بشريك عاطفي، وللبعض منصب أو بداية حب. أبشر، أبشر بالخير. في فرحة ونجاح، أو أحد من العيلة رح ينجح أو حاز، لأن أرى في لمة من العيلة وفرحة ونجاح. في امتلاك شيء جديد أو توثيق عقود، وبداية هتعلم إن شاء الله. بسم الله. الحبيب عايز يرضى عليك ويصالحك، وخروج طرف ثالث. الحبيب عايز يرضى عليك ويصالحك وخروج طرف ثالث. البعض هنا راكب تطلب، اللهم صل على الحبيب المصطفى، بتطلب بكل مستحقاتك القديمة أو ورثك أو مستحقات قديمة، في انتصارات قانونية وفي المحاكم وتحقق أمنياتك أو هتاخذ حقك. في نجاح مهني وأموال راح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقة سامة. هنا البعض عرض ارتباط أو زواج، عرض ارتباط او زواج عن قريب ان شاء الله. في ناس هنا هتدخل حياتكم، هتأثر عليكم بالخير وبتكون سبب في نقلة لمكانة عالية ان شاء الله. للمبتعدين في تواصل قريب ان شاء الله ما بينكم، في تواصل هيكون قريب. ارى للعزاب رجوع علاقة، أرى رجوع علاقة أو ارتباط من شخص كان ما بينكم تواصل، كان في ما بينكم تواصل. بسم الله الكشف. بسم الله. ديالكم فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي تعبتوه، لأن أرى كان في تعب وعرقيل واللي حصل في حياتكم بعد سنوات تعب، ستروا قدرة الله في تحقق ما صبرته لأجله. أبشر، كل شيء سيتغير في لحظة لصالحكم إن شاء الله. بسم الله الكشف. فلا تقولوا مستحيل ولا تيأسوا، ولا تيأسوا. أرى هنا ندم أحد الأشخاص اللي ظلموكم واستغلوكم بعد فوات الأوان. حقك راجع
فحقك راجع وستفاجأ بعوض الله في مبلغ مالي كويس، قد تكون مكافأة أو هدية أو رجوع دين أو رجوع دين. انتبه واحذر من أشخاص قد تعتقد أنهم قريبين ولكنهم يفتشون أسرارك، يفتشون أسرارك، فاحذر من هذا الأشخاص. في بشرى خير بعد أيام، في بشرى خير بعد أيام، أرى صلح وعتاب ورد حق، ورد حق. في امرأة هنا تكرهك وأنت مخدوع، هتنصدموا لما تعرفوها، احذروا مكياده ولكن الله ينجيكم منها، ولكن الله ينجيكم منها. في هنا شيء هيحصل لك هيغير مجرى حياتكم، استعد استعد. أراك هنا مضغوط عاطفي بين شخصين، ولازم إنك تختاره كويس، لازم إنكم تختاروا كويس. البعض هنا ترسيم علاقة وقرار زواج ودعم من يد غريبة، ودعم من يد غريبة. بسم الله. أرى هنا للمنفصلين الشريك السابق بيعيش أقصى حالات الندم على فراقكم. في بداية جديدة وأمل عاطفي جديد، في مواقف، في كشف الشريك قدامك على حقيقته. البعض هنا في مبلغ مالي بعد أيام أو شخص قريب منك هذا. أرى للبعض ارتباط ولكن في عراقيل قدامكم، أو بتمر بعراقيل، إن شاء الله تخلصوا من هذا العراقيل وإن شاء الله يتم هذا الارتباط. في شخص بيفكر فيك طويلا ويتأمل فيك، أو بيراقبك من بعد، بيحبك وعايز يتواصل معك لكن خايف. أرى هنا بتفكر في شراء شيء جديد، إن شاء الله راح تشتري. بسم الله الكاشف. كسر تفكيرك لا تدعك تنام بسلام، اترك الأمور بيد الله وستنحل كل أموركم إن شاء الله. أرى خروج من فترة طويلة صعبة، حب جديد يطرق قلبك من شخص قريب هذا. أرى البعض كلام كتير بيتقال عليك وانت عارف الشخص ده، بس انت مش في دماغك او سايب. في صلح وعتاب ما بين حبيبين او زوجين، في صلح وعتاب ما بينكم. بسم الله كشف. اللهم صل على سيدنا محمد. ارى في شخص هيساعدك ماديا او هيمنع هذا الشخص عنك اذى. تنساش أخواتي في الله فضلا وليس أمرا تدعم الفيديو باللايك. أرى هنا طريق سفر، طريق سفر قريب منك خلال أيام، وفي رفقة أو أهل أو معارف. في موقف هيخليك تعيد ترتيبك وجود الأشخاص في حياتك. في اختفاء شخص غالي عليك وده مأثر على نفسيتك، مأثر عليك وتشعر بالحزن والعدم وجوده. إن شاء الله هذا هيكون قريب ليك، آتي لك. أرى هنا في تكرر اسم كثير قدامك وأنت جهلته أو بتجاهله، أو أنت بتجاهله هذا الاسم أو هذا الشخص. بسم الله. حافظ على رزقك الفترة دي، لأنك إن شاء الله دي لكم رزق وفير أو رزق كتير بفضل الله تعالى، فحافظ على رزقك، حافظوا على رزقكم وتصدقوا ولو بالقليل، وتصدقوا ولو بالقليل. عندكم إحساس بالوحدة، عندكم إحساس بالوحدة، عندكم تفكير كتير بالمستقبل، عندكم أمور متوقفة. أرى هنا في أنتم محتاجين أشخاص طاقتهم إيجابية تقدروا تعتمدوا عليهم. أنتم صحيح
صاير عندكم تعب أو إرهاق أو تعطيل، إن شاء الله كل شيء رح يتحسن بفضل الله تعالى. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أرى هنا شيء جميل قادم ليك وتعويضات إلهية، في خير واسع وأفراح ونعم، هناك أخبار جميلة بفضل الله ستلقاها قريب. في مواجهة، أرى مواجهة بينكم وبين شخص وهينصرك الله عليه، وهينصرك الله عليه. في استلام هنا مبلغ أو استلام مبلغ أو وثيقة حكومية أو أوراق حكومية فيها مبلغ ليك. أموركم إن شاء الله تكون في خير، في خير وأخبار حلوة. أرى منتظر مكالمة، في مكالمة عن قريب، لأن أرى في مكالمة، لأن أنت منتظر هذا المكالمة، هذا المكالمة هتكون عن قريب. بسم الله ما شاء الله على سيدنا محمد، لأن أرى في لقاء ما بينك وما بين شريك، في لقاء ما بينك وما بينه. انت في حب من طرف اكتر من الثاني، ارى منكم بيحب اكتر. بسم الله كشف محمد، استعينوا بالله كثيرا، استعينوا بالله كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا ارى في منكم ارتباط، ارتباط قريب منكم، في ارتباط قريب منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. أرى هنا زواج، زواج للبعض أو منتظر زواج، في زواج عن قريب، في زواج عن قريب بفضل الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. للمنفصلين في زواج مرة ثانية، بس سبب الانفصال الأول كان سحر، كان سحر. سبب الانفصال الأول كان سحر، تفريق هو الذي كان سبب الانفصال الأول، وهو كان طرف ثالث هو الذي سحر لكم، وفي منكم من الأقارب هو الذي سحر لكم هذا السحر، هو الذي كان سبب فراقك الأول، لكن في زواج مرة ثانية. في مولود في الطريق عن قريب، مولود لكم بفضل الله تعالى، مولود إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم يا رب إن شاء الله. أكثروا أخواتي في الله من قراءة سورة النمل، إن شاء الله كل شيء راح ينحل عندكم بفضل الله تعالى. هذا قراءة أخواتنا في الله، قراءة الثانية تمت الحمد لله. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فليشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. هذا قراءة المجموعتين تمت لكم القراءة بفضل الله تعالى. وأسيب لكم في صندوق الوصف أخواتي في الله علاج الحسد وعلاج السحر كي تخلصوا من هذا بفضل الله تعالى، ربنا يشفيكم من هذا الأسحار وهذا الحسد. وداخل القناة، داخل القناة أخواتي في الله علاج السحر، علاج الحسد، علاج الماس، من أسرار القرآن الكريم كلها بفضل الله تعالى، هتلاقيها داخل القناة منزل من قبل كذا طريقة في علاج السحر وعلاج الحسد، وكل طرق بفضل الله تعالى مجربة بفضل الله من العلاجات. وكثيرا من أخواتنا في الله تم علاجه الحمد لله والشفي من هذا الأمراض أو من هذا التعب، شفي منه بفضل الله تعالى وعلاج الحسد، وكل شيء داخل القناة. تنساش أخواتي في الله تدعموا الفيديو بيا اللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فليشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.